كشفت جنوب أفريقيا عن خطط لتضييق الخناق على تربية الأسود للصيد كي يتمكن السياح من ملاعبة أشبالها. وتأتي هذه الخطوة بعد نشر نتائج دراسة استمرت عامين حول الممارسة المثيرة للجدل لتربية الأسود في الأسر. وخلصت الدراسة إلى أن هذه الممارسة خطيرة فيما يتعلق بجهود حماية الأسود من الانقراض وتضر بهذا الحيوان البري. وقابلت حكومة جنوب أفريقيا توصية اللجنة القائمة على الدراسة، وذلك في خطوة يمكن أن تثير غضب المشتغلين بمجال الصيد. وقالت وزيرة البيئة باربرا كريسي: يجب أن نوقف ونعكس تداعيات استئناف الأسود وتربيتها في الأسر، ويعتقد أن هناك ما يزيد عن 8000 أسد في الأسر في جنوب أفريقيا مقارنة بحوالي 3500 في البريّة.